بس تعي لهون، انت شو صاير معك ومخليكي تفرحي كل هالقد وعرقانه بهالطريقه الغريبه؟ مفرحيني؟ هو انه الاحتفال صار عنا ورح يخلص. ليش ما بتروحي هلا؟ لا قصدي انا جاي فورا. بافنا؟ شو هاد؟ يعني انت عرفتي وكشفتي امري هلا يا سلفتي؟ ان شاء الله مفكرتيني وحده هبله مثلك. بقى هالقد كبيره على الساري تبعك كيف ما بدك يعني شوفها؟ شو يعني فكرتيني عمية؟ انت شفتي هاي؟ شكرا، روحي هلا. ليش؟ انت مصره تطالعيني من غرفتك؟ لا. ايه بعرف انه في عنا كتير تحضيرات، رح روح، بس انت لا تتاخري. يا الله دخيلك، يا ربي يا ربي، انا رح اتبهدل. بعرف انه انت انقذتني هلا، بس لو كانت سلفتي انديرة منتبهة كانت رح تعمل لي جرصة بالعائلة والكل يفكرني انه انا الحرامية، وكله بسبب مجوهرات سخيفة. يا ربي يا ريتني ما كنت داعي ابنه وبتعطيني لا مصاري ولا مجوهرات. يا كريم يا الله يا ربي، بتمنى انه تبعت لي مصاري كتير، بس انا ما بدي غير هالشغلة. آمين. يا أمي الله رجلي انكسرت، طخ رجلي. وهاد أنا ما دعيت غير مرة واحدة، دغري استجبت لدعواتي وبعثت لي كنز. يا ربي دخيلك، شكرا إلك، يعني بس مو معقول كله. كأني شايفته بس ما عم بتذكر وين. وين كان؟ لك تبهدلتي يا بافنا، تبهدلتي يا ربي. هذا هو نفس الطوق يلي سلفتي كوكيلا كانت عم تقول انه انسرق. طيب شو العمل؟ سلفتي اندير عرفت كل شي وكشفتني لما فاتت، بس هي غيرت الموضوع وحكت عن بعد ساري. نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.